يلا انا لا لا بلاش دي بلاش دي بلاش دي. ليه ليه انت بتاع استاذ محمد فؤاد وحضرتك عيطتي عليها؟ هو هيعمل دي براحته، انا ولادي جوه هنا يا عم. لا كده خلاص براحتك كده عيش بقى الظهر ده، انا سمعتي بقت براحتك براحتك ولادي تحضني. يلا لا 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 خالص. برافو برافو برافو. ما عيطتش، كلهم مترهنين من اول ما ندخل. انا ولادي في حضني خلاص خلاص، اعمل اللي انتوا عاملينه بتاع سيب. بس انا سمعتي انتشرت قوي الموضوع ده، بقت وحشه قوي. لسه ما جيتيش، فهم محضرينها اصلا.